عبد الله وين ديال بكره؟ اي ولد ما اشرب الا عقبك عبد الله. اما احمد اما احمد ال سالم ولا صح ترى تشرب. يا عيال شوف 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 يا عيال 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 شوف احمد ال سالم كتاب اقرا اقرا لا 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 ولد الكتاب خش الكتاب يا ولد داسم ها سولف سولف خش الكتاب يا ولد والله يا احمد خش الكتاب يرحم امك وش فيه بالحلال خش الكتاب يا اخي كتاب ثقافه عامه انت لا لا خش عشان بكره جاوب بكره ما تجي خش شايف ما تفيد من يقول يلا اصبر تناقش انا يا عيال انتم تدرون هذا غبي يا اخوي جفيني يرحم امك انا ابني تهدم انت يا عيال كتاب كتاب انا معطيك اياه ترجع يدي والله ما اعرف والله وجد ماري ومعتبر باي والله ما اعرف والله ما تشوف انت ايش يقول يقول اقامه عامه ابي اقامه عامه ابي اقرا عشان تفيدني في البرايمات ما له دخل في البرايمات هذا كل الكلام هذا ما له دخل يا المريض كل الكلام ذا ما ما تقولك شيء يا غبي ما بعتوه البي أنا أنا ما بعتوه شيء يا غبي يا عيال سوي شيء ودي يسوي كذا يا بالبيت اسمع اسمع العالم العالم قبل الله أكبر يا ديب ديب أبي معك عبود الله أكبر يا ديب الحين يقول لك أنت زيادة حياة قوة أحلى القوة ما درى ما دخل هنا للفضلي ما درى ما رق اي ما درى انه ما رق قال خلاص لا لا والله صح ما ادري صادق وين رحت في دمك في دمك هو اللي رقاك خلاص رقاك خلاص ثاني وش قال لك قال العالم ما درت بك قال يا اخوي انت انت حظك شيء ايوه انا اسولف هنا مثلا رجع مبحوث الرجال طلع الغن على النقطه جالس يتراقب يراقب يقول انت والله يحظك انا احس وتري يقول هذه الدورج الدورج ما يبحونا اقول لك اطلع النخله هو اخو قال ولا ما قال امشي سبرنت تطلع النخله وجاك ساير ومحطك بوحده ترى بعض الناس ما ادري كيف يمزحون بالله ساقك وحده والله يا محطه العقال عاد جعل والله في العاب يا صدق خل لا لا خل لا بس بس مقبوله من ساير ساير يا جودي وخاطره وسيء لكن مثلا كنت لو انك جيتني بالعقال جيتك بالحذيان لا والله انا قوه قوه والله برا اتوقع والله يا اخلاق اخو محمد اذا بتضربني بالنعال اي والله انا اكلمك بكلام محترم لا تضربني بالنعال والله انت متناقش ولا انقش خشب يا عيال على طول يقتنع قام قال انا اكلمك بكلام محترم قال له محمد اي محترم قال والله انك صادق يا اقول اقول متناقش يا عيال يلا تفضل يا رايد اطرح موضوع لا هو ما اقول على خير لا لا اهلا وسهلا وش نتناقش فيه؟ ابو منصور نبي منك كلمه واحده سم سمر عدوك ارجع بيني وبينه تحدي ايه موضوع نبي نتناقش منه افهم واحد يعني فعطنا موضوع موضوع تناقش فيه شنبك ايش ابو منصور تبون تناقشون في موضوع؟ اي موضوع بالنظارات بالنظارات تناقشون عن سبب اسمع اطرح الموضوع في 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 كذا ما اقول لحالي سبب قبوله في البرنامج لا قبول من؟ قبول في البرنامج طبعا هذه واحده من ضيعات هذه هي انا اصنفها المخطي اي اصنفت وعلى انا المخطي او انت دخلته بعد صالح بس انت متوسط له يدي اي احسب اني والله اني مقدي لكن اخطات اني مقدي يا ولد هذا 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 بكره اذا صار شيء ترى في وجهك يا ديب ما جدع عليه نقص لا ابشر ان شاء الله انه بيجمل رجع عليه نقص ان شاء الله انه بيجمل خلاص تفضل يا رجل حتعرض احمد قوتي انا اللي متوسط شكله يا ابو راشد في سعادتك انا في هاي هم حاط له مبادرات وحاط له من هو؟ من هو؟ مبادرات يرجع هذه الشيله وتخب عليه والله يا اخوي يا اخوي وش يا اخوي يا اخوي وش هي؟ هذه قريبه باذن الله ابيتك 200 قلتها قبل شوي للعيال تعجبك والله خصوصا الشعار والناس المتذوقه كلكم ما شاء الله يعني كوكبه من ما في شعار الا كيف رايد رايد انت تعد نفسك ما انت بشاعر معلش كلكم متذوقين تعد نفسك ما انت متذوق بالشعر ما حكيت ما انت بشاعر لا تتكلم ما حكيت طيب طيب البخت طيب يا اخوي اسلم ايه كاتشبي يقول اكتب بالله قلب انت كاتشبي عرفت الحركه دي ما حد اسمع لا اجنب لك يقول علي اساس تقول لي لا تحزن تحزن ما هو بكيف اللي شقى وارتاح انا اذا تبغون يصير احسن ردوا لي بعض احبابي اللي راح طيب يا اخوي ذبتني صدق الحين طيب يا اخوي والله الذي نفسي بيده يا الرجال هذا ما في ميزه الا القاف القصايد غيرها ما في شيء والله صادق طيب انا برد عليه وبرد
الرجل هذا مره ما يعرف يسولف الا يقول يا اخوي يا اخوي هذا وفاء الخوه وتقدير وش يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا اخوي والله لما كسر خشمك بدا الكتاب علمتك يا اخوي يا اخوي هم انت هز خشمك ما بينكسر بيبنط فيه ثم بيبنط لين يصل العظام الداخلي روح والله انا صبر الموضوع يا ابوه امسح في وجهي امسح في وجهي ناقشه خشمك كله شحم ناقشه ناقشه هاي خلقة الله وانا خلقة الله يا ابوي تكسرها تكسر خلقة الله تكسر وجهي خلقة الله يا اخو وجهي لك ترايته جميع الضروس وجميع البلاعين ليوصل حتى للمعدة تشوف اللي ضحك بها تشوف حتى ضرس العقل 24 ضرس تقلبهم ناقه واللثه كلها تجرب وش معنى التجرب؟ تجرب يعني تمسك ويده تجرب تلعب ما تعرف ايش تسولف شو تجرب؟ تجرب ايه تشتر 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 ما اعرف عنده هذا البعض تشتر هدوم وهي تشتر وش تشتر عزتي لك ما تعرف قومك ما تعرف هلا عرف قومك جبت النار وش وين بعدين حتى اذا ما عرف دريت ادم يا بعد حي ما يدريت ما يدريت ايش عارف الناس نعم بعد وش علي انا من الناس وش على الناس يلا صباح خير يلا لا اله الا الله بري حالي الحين روح نرقد العالم اللي راح يدوقمه واللي راح يقضي لزقمه واللي توك صاحي طلع معك كوب قهوه رايح يا ولد الدوامه متى الحريه يا ابو يلا تصبحون على خير تذكر طال عمركم لازم تقومون الظهر ولازم تقومون العصر ابو منصور انت رحت الدوام عندك مطبخ حمود امسك سؤال رحت الدوام اللي رحت مناسبه تروح قمت ما تشوف راسك كيف تدلع بعد حمود هذا وانت تدلع والله اخوان هذه خلقة ربي اللي خلقنا فيها وتقول له حمود لله. بعد والله ما والله غيرك يتمنى معه عدوى لا وش قال قلبه والله اسمع دكتور هاني وش قال اليوم صح امس والله انها اخطا في اختياره زحلقت يا عيال ايه حدانا ذي مع من من هنا شلون تبي تجيش لك لا معي تعال تعال بلا بسال لها تصب في تكفى ايه انا ما جيت في حق واتساب ها راسب ربع على الفيز البودكاست يا اخوي يا اخوي وينك رايح؟ بروح ارقد يا اخوي يلا يلا انت ارقد ارقد ترى خصم صارت الظهر يقولون خصم زياده يا ولد انت بتصلي عشان الخصم وتتصلي اي والله تكوى استلمه يا رايد والله درجه ربي فوق كل شيء خلاص انا اقول من هذا المنبر تبي تقعد عشان ترجع البنبر. دنيا ايه انا اقول من هذا البنبر يا رجل ما عنده شيء ما عنده تقديم بس خلي يقول شعر ويسكت ما عنده ما حد سؤال ما عنده ايه انا عندي كلمة انا اقول من هذا البنبر تعال افتك تعال صدق والله وش ذا مجرم يا مجرم لا مجرم نزل يا مجرم يا مجرم يا مجرم ايه؟ يا مجرم اح وش فيك تقول